اهلا بيكم في قناتي خطوة بخطوة، ان شاء الله هتلاقوا معايا وصفات متميزة ومتنوعة. تابعوني وياريت لو عجبتكم وصفتي تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض الهمبرجر من غير مكبس، موضوع بسيط جدا وطعمه تحفة. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. معايا 100 جرام فول صويا، ومعايا بودرة ثوم وفلفل اسمر وبهارات همبرجر، ومعايا بصلاية متوسطة وملح طبعا، ونص كيلو لحمة مفرومة. اهم حاجة ان احنا ننقع دلوقتي فول الصويا حوالي نص ساعة، وبعدين زي ما احنا عملنا كده صفناه هنحط اللحمة بقى. والبهارات بتاعتي، بهارات الهمبرجر دي لو جايباها سايب لازم تتأكدي ان الطعم كويس في اللحمة، زيه زي الملح ان انت تتأكدي النكهة كده تمام. والملح لازم طبعا طبعا نشيك عليه لانه بيختلف. والبصلايه هقطعها، وبعدين هعملهم دلوقتي في المفرمه عشان كلهم يدخلوا مع بعض ويكونوا ايه كلهم ملمسهم حلو كده وناعم. طبعا بقلبهم، ولازم نشيك على الملح وطعم البهارات كويس معايا ولا لا. لكن لو انت جايباهم مغلفين بيبقى مكتوب على الكيس على الكيلو او النص كيلو قد ايه من البهارات بتاعته. طبعا هتستعملي بقى المفرمة بتاعتك كهرباء او يدوية براحتك المتوفر عندك يعني. الفكرة المهم ان هو في الاخر هيتحط في المفرمة. تعالوا بقى بعد ما نخلص ده احنا هنعمل ازاي من غير مكبس. انا معايا غطا برطمان كبير، فحسيت انه حجمه كويس لو انا عملت فيه همبرجر، وانت ممكن تعملي كده فأي غطا او اي حاجة زي بنفس الشكل ده هتقدري تستغليها. طب بالنسبة للكياس تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. انا جبت كياس تلاجة وقصتها من تحت زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هفتحها من الجناب. ايوه زي كده في الفيديو شايفين احنا انا فتحته ازاي من الجنبين، هفتحه وبعد كده على حسب بقى الغطا اللي معاكي وهتعملي كام واحدة يعني حجمها قد ايه. ممكن تقطعيها على 3 او 2، بس انا هعملها على 2 لان غطا معايا كبير شوية. انا هعمل وزن الواحدة 100 جرام، فحجمها حلو وسمكها حلو برضو، فهخليها على 2 بس كده. الكيس الواحد عمل معايا 8 اكياس. هعمل برضو معاكي واحد تاني عشان تشوف انا بعمل ازاي، والموضوع سهل قوي ازاي. زي ما احنا شايفين كده شلته من تحت بقى الجنبين مفتوحين، بعدين هشيله من الجناب وبعدين هقسمه على 2. موضوع بسيط جدا مفيهوش اي اختراعات. الحاجة ام الاختراع زي ما بيقولوا، فمتوقفيش نفسك على اي حاجة، فكري هتجيبي لها فكرة. بس كده ده الغطا بتاعي، وده الكيس هدخله من جوه عشان ما يزهقنيش وانا بطلعه ويلزق جوه. وانا هخليها كلها 100 جرام عشان بس اخليهم كلهم نفس الشكل. انت تقدري تعمليها بالنظر، بس لو انت عندك ميزان يبقى افضل. لو عملتيها 100 جرام هيبقى وزنها تحفه وحجمها حلو قوي، يعني ولا هي تخينه ولا هي رفيعه، وهتعرفي تستطعمي طعم اللحمه الهمبرجر، هتعرفي تاخدي طعم كده مش تبقى رفيعه كده مش عارفه تستطعمي. بس كده هحاول بقى اضغط سواء بقى بالصوابع او ببطن الايد زي ما انت تتمكني اكتر اعمليها. اهم حاجه تكبسي اللحمه كويس لجوه. بس كده بعد ما كبستها كويس، بص بقى هعمل ايه. اطمنت كده انها اتكبست، هقلبها على ايدي واشيل الكيس بالراحة كده. خلاص بقى معايا واحد، احط كيس من تحت وكيس من فوق، وما بينه واحد والتانية طبعا كيس. هعمل معاكم واحد كمان عشان نشوف احنا عملنا ازاي. شايفين الكيس طلعت جميلة قوي ازاي، كأنك جايباها جاهزة. احط برضو الكيس وهوزن. لو انت عاملاها بالنظر اوكي، لكن انا هخليها بالميزان 100 جرام. هيعملوا معايا 10 بالظبط، كل واحده 100 103، فاخر واحده قلت معايا بقت حاجه و70. لو انا كنت عاملاهم بالظبط 100 كانوا هيبقوا العشرة 100. بس بعد ما بكبسها كويس زي ما احنا شايفين كده بروح قلبها على ايدي وشايله الكيس بالراحه واحطها فوق التانيين. انا هريحهم حوالي تلت ساعه وهبدا استعمل منهم، لكن لو انت فرستيهم طبعا هيبقوا احلى، يعني كل ما بتسيبيهم شويه بيكونوا احلى. ومعاكي 3 شهور في الفريزر مش اكتر من كده، يعني لما تيجي تفرزي وناويه تسيبيها اكتبي تاريخ صلاحيه على الكيس بتاعك.
ده شكلها، وشايفين بقى السمكة عامل ازاي. اول واحدة بس اللي هي حاجة ب70 جرام رفيعة ازاي، لو انت حباها رفيعة، والباقي السمك اللي انا بقولك عليه ال100 جرام، وانا شايفة ان هو ده تمام قوي. وكده عملوا معايا 10 وحدات زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى اوريكم لو انا استغليت الفرصة وعملتها معاكم دلوقتي على الجريل هنعمله ازاي. اهم حاجة بس ان احنا نسخن الجريل كويس قوي، وبعدين هنبدأ نشتغل. شايفين السمكة حلوة قوي ازاي كده. يلا بقى على الجريل، سخنته حلوة قوي، وبعدين حطيت رشة زيت، واحط الهامبرجر بس مش هقلب فيها، هسيبها لحد ما تاخد لون وبعدين اقلبها. طب بصوا جيت على طرف التانية ما جيش جنبها، استنى شوية لو عرفت اهزها من بعيد اوكي، بس مش هلمسها لحد ما الاقيها بدأت تاخد لون ابقى احرك. بصوا بقى لما قلبتها على اللون، لما اخدت لون شايفين منظرها عامل ازاي، اخدت من الجريل بقى التعليمات التقليمات دي، وبقت تحفة قوي. بالهنا والشفا على قلبكم، وباي باي.